شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالم بعد بزوغ فجر يوم الاثنين، قيل إنه اليوم الثامن من ربيع الأنور، وقيل إنه الثاني عشر، وعليه الجمهور. وإن كانت الحسابات الفلكية تميل إلى أنه اليوم الثامن من ربيع الأول الأنور بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، كان مشايخنا يحتفلون بمولد النبي في ربيع كله، في الربيعين، الربيع الأول والربيع الثاني. وعلى كل حال، كان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يحتفل بيوم مولده كل أسبوع. فلما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه. صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان الكامل الرباني النور. وكان مشايخنا عندما يقرؤون قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يقولون صلى الله عليه وسلم. فنور الله الذي أرسله نورا وهداية ورحمة ورأفة للعالمين هو سيد الخلق أجمعين.